وللحديث عن تطورات الوضع في الحديدة معنا المحلل السياسي اليمني السيد موسى النمراني. أهلا بكم سيد موسى. بداية نبدأ من المطار، حسم معركة المطار كيف ستنعكس على سيناريو المعارك بالحديدة؟ مرحبا بك أخي الكريم. أنا ناشط حقوقي أكثر مني محلل سياسي، أنا لست محلل سياسي. بالنسبة لما يحدث في الحديدة حاليا، هناك تقدم يعني شاهدناه للقوات المسنودة أو القوات المسنودة من الإمارات في الحديدة، وهناك أنباء أو أخبار التقيناها من الأنترنت من قيادات حوثية تقول أنهم لن يتخلوا عن الحديدة وربما يحولوها إلى قاعة صفصفة لا تصلح للحياة ولا للاحتفالات، كما قال الوزير الحوثي حسن زيد في صفحته أمس. اقتحام الجيش اليمني لحي الربيصة جنوبية الحديدة ماذا يمثل من الناحية الميدانية؟ هل نستطيع القول أن الجيش اليمني دخل إلى مدينة الحديدة؟ عمليا هناك فارق كبير في القوة ما بين الحوثيين وبين القوات المسنودة من الإمارات. مسألة دخول الحديدة من عدمها هي مسألة قرار سياسي ومسألة وقت، ليس هناك تشكيك بقدرة هذه القوات على الدخول إلى الحديدة، ولكن الكلفة البشرية والكلفة الإنسانية لهذا القرار ولتنفيذ هذا القرار كلفة عالية، وبالتأكيد يتحمل مسؤوليتها الحوثيون كونهم نظام غير شرعي يحكم هذه المناطق بدون أي غطاء شرعي. طيب، التحالف العربي ذكر أنه يعمل على كل المحاور للضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بحل سياسي، هل ترى أن ميليشيات الحوثي قد ترضخ لهذه الضغوط؟ هذا ما نتمناه، ولكن ما يبدو حتى الآن، ما يبدو جليا من تصريحات قيادتهم السياسية وقيادتهم الميدانية العسكرية، أنهم حتى الآن لم يجنحوا للسلم، ولا يبدو أنهم يريدون أن يجنحوا للسلم. لو أرادوا أن يجنحوا للسلم لكانوا جنحوا له وهم في صنعاء وهم في عدن وهم في أكثر المناطق التهابا من قبل عندما خسروا عدن، وهم على استعداد لأن يخسروا كل المناطق ولكن بالقوة وليس بالسلم. شكرا جزيلا السيد موسى النمراني الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.